حلقتنا كما أشرنا، حاضر معنا منذ ساعات الصباح الباكر. أسعد الله صباحك كل خير. دائما أقول لضيوفي الكرام وتحديدا للكباتن، أحب دائما أن أشاهد هذه الابتسامة وهذا المبسم الجميل، ليكون هناك حالة من التفاؤل حاضرة قبل أن نذهب إلى التمارين الرياضية. شادي صباح الخير. صباح الورد، شرفنا بقدومك. شرف. تمارين متعددة لكامل عضلات الجسم. هي تمارين لكل عضلات الجسم. نعم. لكل عضلات الجسم طبعا تقدر تعملها بالبيت لأنها أشياء بس بودي ويت بدون أوزان. تقدر تعملها برضو بالجيم. هلا بدنا نبلش بتمارين اللي هي ايزي اوبشن، اللي هي تمارين سهله للناس المبتدئين كثير. تمام، بتشتغل على فول بودي. اول تمرين رح نعمله هو سكوات لتمرين الرجلين، رح يكون بس ايزي اوبشن. بدي انزل لهون اطلع ستريت، بدي انزل لما انزل اخلي حاول النيز ما يطلع عن مستوى الفيت. نعم. مستوى القدم. اوقف، حاول نعمل تكرار من 15 ل 20 تكرار، نعمل حاول 3 جولات. 5 6 7 8 9 10. رح نعمل عدد جديد بس عشان الوقت. رح نعمل هلا الهارد اوبشن اللي هو بيجي مع جمب اللي بتكون فيه. احنا الان بنشاهد التمارين المتعدده كابتن شادي كما اشرت اليها. نعم. للمبتدئين تحديدا. يس. لكامل عضلات. رح اعطيك كل تمرين فيه الايزي اوبشن والهارد اوبشن. جميل. التمرين السهل والصعب. جميل. هلا الهارد اوبشن رح يكون شوي مع جمب، رح نعمل حاول برضه 15 ل 20 تكرار. 4 5 6 7 8 9 10. التمرين اللي بعديه رح نعمل على الارض شوي، تمرين ماونتن كلايمبر. من هون رح نعمل ايزي اوبشن، تكون رجل رجل واحده واحده. اذا بدك تصعبها رح نعمل تنتين بس بطريقه اسرع شوي. نعد 15 تكرار. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5. التمرين اللي بعدين رح يكون برضو الايزي اوبشن، يديك على الارض بلانك. نقدر نضل ثابتين، هاي التمرين بتعمل على تمرين المعدة. نقدر نعمل الهارد اوبشن، رجلينا نفتح مرة يمين نين زين 1 2 3 4 5. التمرين اللي بعدي اللي هو سايد بلانك. من هون بدي احاول اخلي جسمي باستقامة، ارفع جسمي عن مستوى الارض، ايدي اخليها فوق عشان البالانس. هاي التمرين بتشتغل على تمرين الخصر، بحاول تضلك ثابت لمدة 15 ثانية. هاي التمرين كلها طبعا 3 جولات. طبعا بعدين بنعمل سويت على الجهه الثانيه. التمرين اللي بعديه راح يكون بوش ابس اللي هو العضلات العلويه. في الايزي اوبشن اللي هو السهل اللي اكثر شيء بيعملوه البنات. من هون خلي ركب على الارض، جسمي باستقامه، بدي انزل لهون اطلع 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. الهارد اوبشن راح يكون فل رجلي كاملين بعد على الارض، نفس الشيء 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نعمل تمرين منطقة البطن وبليكس، في منطقة الكرنش اللي هي لعضلات العلوية، بطلع بس لهون وبنزل 2 3 4 5. الهارد رح يكون فل، بطلع كامل بنزل كامل 3 4 5 6 7 8 9 10.
نعمل تمرين الأخير اللي هو سكوات كيك ليفت، مرة يمين مرة شمال. Five more. One, two, three, four, five. طبعا هاي التمرين لازم قبليها نكون عاملين إحماء منيح لمدة 20-30 ثانية بس. التكرار تكرار التمارين 15-20 تكرار بشكل يومي، بشكل يومي بشكل يومي يحبذ انها تكون بشكل يومي طبعا. ولازم اهم شيء كمان برضه تمرين الاسترتشنج اللي هي الاطاله. جميل. قبل التمرين وبعد التمرين. قبل وبعد التمرين. انا نعم. بدي اشكرك، اشكر قدومك المبكر. لن اقول وداعا لا بل لقاء القادم من تمارين رياضيه صباحيه في هذه الصباحات المشرقه. الكابتن شادي ادبابنا، صباحك سعيد. اذا